سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. 22 البحث اللي اتنشر من مادرنا عن التطعيم. فاكرين شركة مادرنا اللي احنا اتكلمنا عنها؟ افكركم بسرعة، دي شركة عاملة التطعيم بتاع امريكا هنا، ماسنجر ار ان اي، الرسالة بتاعت الفيروس واللي هي جزء من الجينات بتاعته، وبيحقنوها للناس، ودي تدخل جوه الخلية والخلية تعتبرها كأنها الفيروس وتبدأ تكون الأجسام المضادة ضدها. طب ايه الجديد يعني؟ ما انت قلت لنا نجح في المرحلة الأولى والحمد لله، ودلوقتي دخلنا في المرحلة الثالثة أول امبارح اللي هو 27/7. أيوة، ايه الجديد بقى؟ الجديد ان أكسفورد بتاع أمريكا هنا برضو ادوه للقرود، 16 من القرود اشتركوا في هذه التجربة، وكانت النتيجة كالآتي، ان هم ادوا مجموعة منهم 10 مايكروغرام الجرعة، 8 منهم، و8 منهم ادوهم 100 مايكروغرام، وهحط لكم اللينك بتاعت البحث ده مع الفيديو اللي عايز يقرأ اكتر عنها عشان هو بحث طويل قوي. المفاجأة ان اللي خدوا ال100 مايكروغرام دول 8/8، 100% من القرود دول عرضوهم للفيروس بالفعل، وجم بعدها بيومين يشوفوا الفيروس هل موجود في انفهم مش موجود في الانف، هل موجود في الرئه مش موجود في الرئه، هل موجود في اي افرازات، لا. في حين ان في 8 قرود تانيين ما خدوش الفيروس، ما خدوش التطعيم، اسمهم كنترول جروب، ولقوا ان 100% منهم فيهم الفيروس. يبقى التطعيم اللي خدوه بالذات الجرعه المية دي، لان الجرعه المية دي زودت الاجسام المضاده لخمس اضعاف الجرعه اللي هي 10، لو ان الفيروس بيتكسر تماما تماما وما بيعديش. يعني دي حاجه، ده بياكد حاجه رائعه جدا. تيجي تقول لي بقى، انا عارف بقى الناس تقعد تقول لي هو التطعيم ده هيوصلنا امتى؟ ومتوقع. اللي عايز اقوله مهم جدا هو ده، ان الفيروس ما كانش موجود لا في الانف ولا في الرئه. مش بس كده، ده عملوا تحاليل على خلايا مهمة جدا اللي هي التي سيل، اللي هي الخلايا اللي سموها الخلايا التائية. ايه الخلايا التائية دي؟ الخلايا التائية دي فيها انواع اسمها تي هيلبر يعني المساعدة، وتي سايتوتوكسيك يعني القاتلة. الخلايا التائية المساعدة دي لو ان هي بتزيد قوي لما بيدوا التطعيم ده، اما السايتوتوكسيك اللي هي القاتلة دي ما بتتأثرش بحاجة، ما تهمنيش قوي اكتر من التانية. التي هيلبر المساعده دي مهمه جدا، لان هي دي بتساعد الخلايا اللي هي البي سيل ان هي تطلع اجسام مضاده. يعني بمعنى كده ان حتى لو الاجسام المضاده في جسمنا بعد التطعيم هتقل شويه، لو الخلايا دي فضلت معانا يبقى الخلايا دي هتقدر تطلع اجسام مضاده تانية جديده لما المستوى بتاع الاجسام المضاده ده يقل. وبقول ان ده ممكن يكون له دور رائع جدا في التطعيم. يبقى السي دي 4 لما ادوها للعيانين للقرود اللي هم خدوا الجرعه اللي هي ال 100 مايكروجرام، كان 7/7 فيهم زادت فيهم الخلايا دي، يعني 100%. في حين ان اقل من النص، 3/8 بس في اللي خدوا 10 هم اللي حصل عندهم ان الخلايا دي زادت. فده طبعا كلام رائع جدا. اللي انا عايز اقوله بس ان هو طبعا ليه نيوترلايزنج باور عالية جدا. الحاجة التانية ان الاجسام المضادة في الناس اللي خدوا التطعيم بتاع شركة مادرنا كانت اكتر من الناس اللي تعادوا بالفيروس فعليا، كمية الاجسام المضادة فيهم من 12/84 مرة على حسب العدوى دي. هل هي عدوى بسيطة؟ يبقى لو خدت الدور خفيف لما تاخد التطعيم ده هيزيد الاجسام المضادة 84 مرة من ما يجي لك كورونا باعراض خفيفة، و12 مرة من ما يجي لك كورونا بأعراض شديدة. تخيلوا طبعا رقم رهيب جدا. السؤال دلوقتي المهم جدا، يا ترى